كبيره، تلقى اشكالات كبيره وما تقدرش من بعد تواكبها. يعني نشوفوا حنا مثلا في الدول العربيه كاين امثله، كاين المأذون الالكتروني في بعض الدول العربيه، يعني عقد زواج بمأذون الكتروني مش انسان، دخلوا معلومات كذا خلاص عقد شرعي. في السعوديه داروا شخص انسان عنده شخصيه معنويه وعطوه اسم وعنده ممتلكات، يعني عنده حق الملكيه، كما تملك دار وتملك سياره هو يملك، يعني هذا الشخص ولات عنده شخصيه الكترونيه، شخصيه الكترونيه، وهذا مصطلح قوي بالنسبه للقانون. واش معناتها شخصيه الكترونيه؟ يولي يتحاسب، تولي عنده ملكيه، حق التصرف، عنده الاراده، لانه الاراده تختلف على اراده الانسان، لانه الاراده تاع الانسان واش معناتها؟ يقدر يخدم الشر ويقدر يدير الخير في نفس الوقت، يعني عنده يقدر يخير. الاله هل تقدر تخير؟ نعم، ولكن اراده من نوع خاص، اراده الكترونيه، ماشي كما الاراده تاع الانسان، يقدر يدير الشر ويقدر يدير الخير. الاله لما دير الشر كيف تحاسبها؟ هتحطها في السجن، الاله تحطها في السجن، ما تصلحش. اذا هنا تختلف العقوبه تاع الانسان، العقوبه تاع مثلا التوقيف المؤقت مده 6 أشهر سنه، الاعدام النهائي مثلا، هذا التطبيق تنحيه نهائي، تزيله، اذا كان مثلا دار جرائم مثل تجاره البشر الى غير ذلك. العقوبه تختلف، ولكن الردع محقق، الردع محقق، ولكن العقوبة تختلف. إذا الذكاء الاصطناعي لازم له دورات وملتقيات إلى غير ذلك، باه نحاولوا نبلوروا ونحيطوا بجميع الإشكالات اللي في الذكاء الاصطناعي، باه المنظومة التشريعية، لأن شكون يحطوا القوانين؟ ناس عاديين في البرلمان يروحوا يشرعوا. لما الندوات هذه نديروا توصيات ونخرجوا توصيات متكاملة، يعني تمس بالموضوع، راح يعتمدوا عليها في سن القوانين اللي راح تساعدنا احنا كبلدان نامية، دول متطورة مشيت وتدرك الخطورة. الامين العام للامم المتحده عنده ما عندوش بزاف، هكا عنده شهرين ولا ثلاثه، حذر من خطوره الذكاء الاصطناعي، حذر الدول. الذكاء الاصطناعي بقدر ما عنده ايجابيات، عنده سلبيات في مجال التجسس، في مجال مثلا سرقه المعلومات الخصوصيه تاع الانسان، كما قلت لكم قبيله، مثلا القاضي الالكتروني لما يجيب السوابق القضائيه والقرارات القضائيه، كل سابقه قضائيه وكل قرار قضائي فيه اسم الاشخاص وفيه نوع النزاع وفيه مثلا المحكمه اللي صدرت القرار او صدرت الحكم، يعني فيه معلومات خاصه تاع ناس. هذوك المعلومات الخاصه لما تحطهم في التطبيق من جهه تطلع عليهم وهي خصوصيه، وباه تطلع عليهم لازم يوافق لك الشخص صاحب القرار وصاحب الحكم ولا تنحي الاسم تاعه، لانه تدخل في الخصوصيه، تولي معلومه تاع الناس كلها على في الانترنت وفضاء الرقمي. يعني من جاي طالع عليك يروح مثلا يكتب اسم تاع شخص معين، يجيب له وين خلق، وين وشكون امه، وشكون بوه، وشكون وين تحركه تاعه، واش يخدم، وهذا خطير، لانه معلومات قادر تستخدمها في المجال تاع كما نقولوا التجاري الى غير ذلك، ويقدروا يستعملوها في مجالات اخرى خطيره كما قانون التجاره الالكترونيه 18.05. دار المشرع القانون والحقه بقانون اخر ردعي، حمايه المعطيات الشخصيه. واش معناتها؟ يا ايها المتدخل او يا ايها المورد الالكتروني، لما تبيع سلعه او خدمه لمستهلك الكتروني، صح راك جمعت عليه المعلومات باه تسلم له السلعه، او يسكن في المكان الفلاني، عنده الايميل تاعو كذا، عنده الهاتف تاعو، عنده عدد الاولاد، مثلا لما تجيب مثلا قش للاولاد، على بالو شحال عندك الاولاد، هذو عندك زوج بنات وثلاث ذكور، عندك تسكن في المكان الفلاني، هذه المعلومات تشوفوها سهله، ولكن لما يجمع قاعدة بيانات كبيرة حول المستهلكين الإلكترونيين، يقدر يبيعها لشركات، هذه المعلومات يبيعها تولي سلعة. لذلك المشرع كان ذكي ودار، قال له أنت لازم تستعمل المعلومات فقط في إطار عملية البيع فقط، بعت له سلعة أو خدمة انتهى المشكل، المعلومات هذيك لازم تحتفظ بها وما تبدا حتى واحد. تشوف الذكاء الاصطناعي هذا بقدر ما يوفر لنا الرفاهية وفرنا الجهد والمال، عنده خطورة، تلقى الصور تاعك في الانترنت الدور ولادك كذا كذا، وفيها خطورة، وكاين الناس تستغل هذه الأمور في الجرائم. إذا الفكرة تاعي حول المداخلة أنه الذكاء الاصطناعي شيء جميل، يحقق لنا مجتمع الرفاهية، يحقق لنا توفير الجهد والمال في الحياة تاعنا، يسرنا الحياة تاعنا، وما نغفلوش على الخطر تاعو اللي لو كان الدولة ما تتصداش ليه بقوانين رضعية وتنظمه من بينها كما قلت لكم
حمايه المعلومات والخصوصيه تاع الاشخاص، من بينها مثلا الاعتراف بالشخصيه المعنويه او الشخصيه الالكترونيه للتطبيقات هذه باش تقدر تتعامل معها قانونيا، لانك انت عندك كيان ما كاينش في القانون، ما تقدرش كفارة قانوني. انت هذا الذكاء الاصطناعي اللي تمثل في التطبيق او منصه او غير ذلك في نظر القانون شنو هو؟ ما عندوش صفه. انا باش نتعامل معك لازم نعطيك صفه، باش نعطيك صفه لازم تكون عندك شخصيه، يا اما شخصيه طبيعيه كما احنا انسان، او شخصيه معنويه كما الشركات الجمعيات التعاونيات، ولا عندك شخصيه الكترونيه. وهذا مصطلح فقهي مش مصطلح قانوني، مازال عمل الشيء على المشاهد. الفقه هو يدور يقول لك نسميوها الشخصيه الالكترونيه. وبالنسبه للعقود كاين عقود تقليديه اللي فيها شخصين او اكثر يتعاملوا بالاوراق يكتبوا عقد ويسلموا عليه، وكاين عقود الكترونيه عقود تجاره الكترونيه عبر منصه تختلف فقط المنصه والدعامه، تكون دعامه الكترونيه وعن بعد، واحد في الطرف واحد في عنابه يديروا عقد عن بعد، هذا يسموه عقد الكتروني. العقد التقليدي شخصين حاضرين في نفس المجلس ويكتبوا في ورقه ويسلموا، هذا عقد تقليدي. كاين عقد خلاف فرضوا الذكاء الاصطناعي اللي هو العقد الذكي. ولما قلت لكم عقد ذكي هو مصطلح كذلك فقهي، القانون مازال ما نصش عليه، وما كاينش خلاص المنظومه القانونيه الجزائريه. كاين عقد الكتروني يعرفوا التصديق الالكتروني توقع الكتروني غادي موجود، العقد التقليدي موجود، ولكن العقد الذكي مازال ما موجود ولازم المشرع ينص عليه. العقد الذكي هو اللي يتم عن طريق منصه الكترونيه او في مجال التطبيقات اللي نستعملوها يوميا. وزيدت الخطوره كبيره، بعض التطبيقات تحتاج، لان الشركات واش يهمها؟ يهمها اول واخر يهمها الربح، تحقيق الربح، ما تحوس على الخصوصيه تاعك لا على المصلحه تاعك، تحوس تحقيق الربح. هذه التطبيقات لما تحمل التطبيق تمد لك بنود الخدمه، انت مباشره تلقى مثلا بالذمه يكثروا بزاف البنود ما تقراهاش وتعرفوا الرقمنه كل شيء سابع، انت مباشره تهبط الى موافقه وتتكعب. خطيره هذه، كيما التوقيع تروح توقع على ورقه نفس الشيء، غدوه من داك تنتهك الخصوصيه تاعك تروح ترفع دعوه على الفيسبوك يقول لك استنى شوف بنود الخدمه. في واحد البنود هذوك اللي بزاف 70 بند ولا 80 بند اصلا انت ما قريتهمش، تلقى مثلا يمكن لهذا التطبيق الاستعانه بالمعلومات تاع المشتركين كذا كذا، وانت وافقت بنعم، اذا ما تروح للقضاء ما عندك ما تدير. شت الخطوره تاع الذكاء الاصطناعي هذه امور خطيره جدا، وكثير من الاحيان حتى حنا القانونيين ما نوقعوا فيها، نروحوا مباشره نقبلوا شروط الخدمه وما نقراوش، هذا خطأ. لازم نقراو مليح بند بند، تلقى مثلا تحفظ على بند ما توقعش وتنحي التطبيق وما توافقش عليه. بالاضافه قلت لكم بانه يستعملوا الاصوات تاعنا والصور الى غير ذلك بلا ما نشعر، يعني انا تشوفوا الهاتف او يصور فيا والميكرو تاعو يخدم بلا ما هو طفي، بصح يخدم حتى يكون مغلوق ها هو مطفي خلاص مطفي خلاص يخدم. شركات تابصر بهذيك المعلومات وتستخدمها في اي مجال، في مجال الترويج. انا نتكلم مثلا على سياره من نوع معين، نتكلم مع الزميل تاعي العشيه نلقاها يشهروا فيها، اذا اردت شراء سياره من نوع نفس السياره اللي حكيت معها مع الزميل كيف حتى وصل المعلومه. اذا يستعملوا هذه الاصوات تاعنا والصور ويستعملوها في شتى المجالات، سواء حتى في الجرائم، حتى في الجرائم، ويستعملوها في المجال بوكو بليس في المجال التجاري يشهروا بها السلع والخدمات تاعهم. اذا نكونوا حذرين، نعاود نكرر، الذكاء الاصطناعي لم يعد طرف فكري نحكي فيه ونجيبوا به حكايات، ولا واقع مفروض علينا، لازم الدوله تواكبوا بمنظومه شرعيه صارمه وتواكبوا في كل حين، تحينوا كل مره تحينوا باه نقدروا باه ما تحولوش لسلعه. لو كان قاعدين تحولوا لسلعه، هذوك الدول تدير في التطبيقات وتدير في البرامج، وحنا نحملوا ونستهلكوا. اذا نوليو حنا هما السلعه، حنا هما السلعه، لازم نخرجوا من هذه القوقعه. والمنظومه التشريعيه مهمه جدا في حمايه الاشخاص وفي اعطاء الاطار القانوني لهذاك الذكاء الاصطناعي، على الاقل نعرفوا شنو هو الذكاء الاصطناعي. دروك حنا ما عبناش شكون هو، هل هو شخص طبيعي، هل هو شخص معنوي، هل هو يعني في الناحيه القانونيه مازال مش مأطر، وهذا فارق تشريعي يجب تداركه. آخر نقطة، بالنسبة للمشرعين لما يشرعوا قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي لازم يراعيوا خصوصية المجتمع. خصوصية، ما كاينش قانون احنا مشكل فينا أي قانون، يعني بين قوسين نترجموا للتشريعات الفرنسية ونحطوها في يعني مباشرة بلا ما تعبوا كوبي كولي،
المجتمع الفرنسي عنده خصوصية، المجتمع تاعه عنده أخلاقه، عنده مبادئه تختلف عن المبادئ تاعنا. أي تشريع في الدول العربية خاصة في الجزائر لازم يراعي الخصوصية تاع المجتمع تاعنا، مش نروحوا الذكاء الصناعي صح مليح فيه فوائد في إيجابيات إلى غير ذلك، ولكن ما نطلقوش الحبل على يعني نقبلوا كل شيء، لازم نراعي الخصوصيه تاع المجتمع الجزائري. عندنا الدين الاسلامي، عندنا المجتمع تاعنا محافظ، عندنا المبادئ تاعنا، ما لازمش لانه كل بذره تنبت في الارض تاعها. ما تقدرش تجيب لي بذره من استراليا وتزرعها في الجزائر ما تنبتلكش، لانه مناخ مختلف. لازم نديروا قوانين اللي تواكب المنظومه الاخلاقيه والمجتمعيه تاعنا. في مجال الذكاء الصناعي نحاولوا نجيبوا الايجابيه تاعه والسلبيات تاعه نحطوا لها قواعد رادعه بنت فتاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.